عاوز ادعي بدعي وربنا ما يستجبش. ليه ليه يا ام تسنيم ربنا ما بيستجبش؟ لا ما صدقكيش، بيستجيب. ادعوني استجب، واذا سالك عبادي عني ما قالش قول يا محمد، انا على طول اذا سالك عبادي عني انا هو اللي بيجاوب سبحانه. اني قريب، فقرب ربنا واذان منه على نفسه شرط، لو دعوته هيستجاب، يبقى هيستجاب. لاجابه الدعاء ثلاث حالات: يا يستجاب في الدنيا حالا في التو واللحظه، يا ياخره ربنا لانه بيحب يسمع صوتك في الدعاء فاكسر، رقم ثلاثة يا إما يدفع به بلاء أو بلية ويخفف به، أو يخليه لك يوم القيامة، ويخليه يوم القيامة تمنى الناس كلها، كل الناس تتمنى يا رب ما كانش تستجاب دعوة من دعوات الدنيا، كل الدعوات تستجاب في الآخرة، اللهم آمين. لكن أقول لأ؟ طب أقول لكم على حاجة تانية وتبقى هدية النهاردة، ودي بركتكم، بركة سؤالكم، لأن كل مستمع له رزق، ده رزق المستمع النهاردة. حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثة، يوم الاثنين دعا، ويوم الثلاثاء دعا، ويوم الاربعاء دعا، فعرفنا فاستجيب له، فعرفنا البشر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فما عرف البشر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف انه استجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استجيب لي بين الصلاتين، اين بين صلاة الظهر والعصر. احنا النهاردة الاثنين، يلا توكلوا على الله، ادعوا النهاردة وادعوا الثلاث وادعوا الاربع مدخل. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول: والله ما همني امر او حزن او حزباني شيء الا واستغليت صلاة من الظهر والعصر في يوم الاربع، ادعي فيستجاب لي. ما تيجوا نحيي السنة دي وتبقى بركتنا النهاردة، بركة هالات الخير إن شاء الله. إيه رأيكم؟ نحيي السنة دي ونقول يا رب يا رب يا رب استجيب لينا، وأحيينا سنة إن إحنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا ندعي ما بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء، حديث صحيح. فما تقوليش ربنا ما بيستجبش، بيستجيب. بيستجيب أو من يجيب المضطر إذا دعاه، بيقول لك لو كافر، ما أنا بقول لكم ناس ملحدين ولا ناس كفر ولا على الدين، يا اللي موجود أو أنت موجود وبتسمعني دلني دلني شو مي جايد مي. الكلمة مؤثرة جدا. أنا بعيط قوي من الناس دي على فكرة، بعيط حقيقي من الناس دي. الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ويستجيب لنا، قولوا آمين.